اوكي يا صفوان بيه، انا هنزل معاه وهديله 100,000 جنيه من تحت الحساب، يحطهم هو في المكان اللي ريحه. حمو ماشي حاضر، هنقله من هنا. تمام حاضر، سلام. عارف يا ريشه لو غدرت بيا انا اعمل فيك ايه؟ وايمانات المصطفى اقطع من جتتك شرايح وارمي للكلاب المسعوره في الشارع. ما تخافش يا كبير. وانت برضه ما تخافش، اللي انا وعدك بيه هتلاقيه وزياده اكتر. اهم حاجه ما تغدرش بيا، ولو فكرت مش هتلاقيني هنا، لان المكان هنا اتشم من ساعه ما الواد ميدو فلسح. انا قلت لك يا معلم الحنين ده ما تخافش منه، عمره ما هيهاوب ناحيه الحكومه. احنا مش قلقانين منه، احنا قلقانين ان هو يتمسك، علشان كده لازم نمشي من هنا وبسرعه. عارف يا دي ريشه، انت لو قلت البقين اللي انا حفظتهم لك للحكومه هيبقى 100 100، وربنا يرزق بعزه دي بنصيبه ولا تتقتل، ساعتها هيرجع لي حياتي، هرجع زي الاول واحسن كمان. طب وقضيه اسكندريه اللي قال لك عليها صفوان بيه؟ وانا مالي بالملاح؟ ما يولع الملاح بجاز، عيل شغال عندي واتمسك بحته حشيش، انا ذنبي ايه؟ هو انا مغسل وضامن الجنه؟ كلام معقول برضه. هرجع لك تاني يا حمو. ما تعوقيش عليا. وانت هتودي ال 100,000 جنيه دي فين؟ هديهم لواحد معرفه كده هيوصلهم لامي. اوعى حد يشتغلك ويقلب منك القرشين. لا ما تخافش فيها يا معلم، ده انا تلميذك. يلا. ايه ده؟ يا وقعه سودا اللي انا كنت خايف منه حصل. ما حدش فيكم ينطق ولا كلمه. يعني ايه؟ هما هيسكتوا وما هيخسروا البقاء. استنى. ايه ده؟ افتح يا معلم حمو. ده ميتو. يلا يا ريشة. افتح يا. فين يا ابني؟ انت كنت فين يا دي ميدو؟ ده انا اتشندلت واتبهدلت من غيرك والله العظيم. يعني ايه اتشندلت؟ بقول لك كنت فين؟ طب اسف اسمعني بس، انت ما تعرفش. ده انت واحد قال لك سودة. اسكت انت، ما تعرفش اللي حصل لي. ده انا اتدرولت والفلوس اللي اتهالت اتسرقت مني كلها وما عرفتش اعمل ايه، انا مش عارف حاجه في القاهره دي. اوعى تكون بلغت علينا. عيب يا ريشة وانا خاين يعني؟ انت مين اللي وراك يالا؟ يا معلم حمو مفيش حد ورايا، انا المكان الوحيد اللي عرفت اوصل له هو بيت البت عزة. يا سلام، يعني الحنين راح يتسمر عند بيت عزة؟ وما خفتش الحكومه تقبض عليك؟ اهو اللي حصل بقى، المهم اني شفتها بعناية. وزه طلعوها من الحبس ابو اشرف. طلعوها ايه يا حمار؟ وزه هربت، واكيد جوزها هو اللي هربها. واني مشيت وراها وعرفت لك مطرحها.